اهلا وسهلا فيكم اعزائنا المتابعين، ويلا نبدا. اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه اعزائنا المتابعين في الجزء الثاني من حلقه الرد على اسئله المتابعين. ماني حاب اطول عليكم، وخلينا على طول نشوف الاسئله ايش تقول. طيب عندنا السؤال الأول بيقول: لو عقدي حينتهي بعد 90 يوم، هل أقبل العرض الوظيفي على قوى الآن وتصير 90 يوم هي فترة إشعار، ولا أنتظر نهاية العقد ويبدأ حساب فترة 90 يوم؟ وهل الموافقة على العرض الوظيفي أثناء سريان العقد تعتبر إخلال بالعقد؟ سؤال جميل جدا حبيبي. عادي وافق على العقد لو جاك عقد، لو عندك عقد وحينتهي بعد 90 يوم وجاك عرض وظيفي اقبل العرض الوظيفي. لو جاتك فترة الإشعار 90 يوم انتظر 90 يوم، وبعد 90 يوم حيتم نقلك مباشرة. تمام، يعني السيستم هو اللي حيحسب لك فترة الإشعار ويحسب لك الأمور هذه، لا تشغل نفسك فيها. أنت لو جاك عرض وظيفي اقبل فيه. تمام، لأنه يفترض أصلا لو في أنت عندك عقد موثق من الأساس، لو أنت عندك عقد موثق تمام ولسه ما انتهى، فيفترض اصلا انك انت ما تقدر تستقبل عرض وظيفي اخر الين ينتهي عقدك، او انه يكون شارف على الانتهاء. فطالما انت وصلك عرض وظيفي فاقبله وخلي السيستم هو يحسب لك اياها. تمام، السؤال اللي بعده: السلام عليكم ورحمة الله. استاذ احمد، معلش انا اقامتي منتهية لمدة 2 سنين و10 شهور. يا ساتر، قبل يومين الكفيل عمل لي بلاغ هروب، يا عيني. هل هذه الطريقة صحيحة؟ بمعنى ممكن الكفيل يعمل بلاغ هروب حتى لو اقامتك منتهية؟ طيب، في احد الاخوة من يومين ارسل لي رسالة بيقول لي صاحبه موجود خروج نهائي، عفوا خروج عودة، هو خارج المملكة حاليا، عنده تأشيرة خروج عودة وسافر خارج المملكة. فبيقول لي هل في إمكانية يتعمل له بلاغ هروب؟ قلت له لا طبعا. فقام أرسل لي صورة قال لي شوف أهو كفيله مسوي له بلاغ هروب، فصدمني بصراحة. تمام، في النهاية بعد التواصل مع مكتب العمل اتضح أنه هذه خطأ أو مشاكل، قالوا له هذه مشكلة عندنا في النظام، وكثيرين قاعدين يتواصلوا معنا بخصوص الموضوع ده، وإن شاء الله حيتم حل المشكلة في أقرب وقت. يعني تخيل الرجال خارج المملكة أصلا وتعمل عليه بلاغ هروب، يعني فما بالك بواحد إقامته منتهية. فاطمن أخويا، مع بشكل نظامي كفيلك ما يقدر يسوي لك بلاغ هروب طالما إقامتك منتهية. تمام، فبس أنا حبيت إنه أشارككم الواقع هذه اللي حصلت من يومين عشان تتضح الصورة عن جميع الإخوة، بإنه ترى على فكرة في مشاكل كثيرة حاليا في مكتب العمل ومنصة قوى ومدد والأمور هذه، بالرواتب، بنقل الكفالات، النظام ككل في شيء خطأ. متى حيتعدل؟ متى حيتصلح؟ الله أعلم. السؤال اللي بعده: السلام عليكم أخي الكريم، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. أنا إقامتي باقي فيها 2 شهر، وكفيلي الحالي لم يوثق لي عقد إلكتروني، وتم عمل نقل خدمات من منشأة ثانية، ودخلت على حسابي بمنصة قوى أفراد ووافقت على العرض الوظيفي، وبعد الموافقة وجدت بالحالة أنه بانتظار موافقة الكفيل الحالي، مع العلم أن الكفيل الحالي لم يوثق عقد لي. كيف تتم الأمور الآن؟ الآن تنتظر كفيلك تشوف حيوافق ولا يرفض، ما عنده علم، ما عنده خبر، أقول له أدخل الله لا يهينك ووافق أو أرفض، رسينا على بر، غير كذا ما في أي مجال، ما في أي حل تاني. حتقول لي طب أنا ما عندي عقد موثق، كيف وصل إشعار بالموافقة والرفض الكفيلي؟ زي ما قلت وجاوبت على سؤال الأخ اللي قبلك، بأنه في مشاكل رهيبة، ما في أي شيء من القوانين، ما في شيء من البنود قاعد يتطبق. وأنا صراحة أنصح جميع الإخوة بأنهم يهدوا اللعبة الآن، يهدوا شوية، اللي حيجي له عرض وظيفي يوقف يستنى، خلوا الأمور تستقر، خل ننتظر إلين السيستم والأنظمة تستقر وتهدى وتتصلح. بعد كده شوفوا شغلكم براحتكم، اللي بينقل، اللي بيطلع، اللي بيدخل، اللي بيشيل، اللي بيحط أأمن، ولكن حاليا الدنيا زي ما قلت لكم داخلة في بعض. السؤال اللي بعده: السلام عليكم، يعطيك العافية. أنا من 7 سنين كنت في صالون على كفالة وحدة، ونفس الوقت ولدي نقل على زوجها. طيب، وقبل 2 سنين عمل هروب لولدي ولا قدرت أسوي شيء، كنت خايفة انهم يسوون لي هروب زي ما عملوا لي ولولدي، زي ما عملوا لولدي. طيب اوكي، وانا من سنة قدرت انقل من عندهم عشان اقامتي كانت منتهية. طيب ممتاز، نفدت بريشك.
طبعا كان في تهديد انهم يعملوا هروب. المهم انا طلعت ودحين طالب حقوقي وموضوعي في مكتب العمل. طيب ممتاز، لكن دحين ولدي دا خطاب للكفيل الجديد لا مانع لديه الغاء الهروب ونقل الكفالة. هل يقدر؟ انت تقصدي ان الكفيل القديم اعطى الكفيل الجديد خطاب انه لا مانع لديه من الغاء بلاغ الهروب ونقل الكفالة؟ اذا كان كذا فاوكي يقدر عادي، دن ما في اي مشكلة. تمام، او انه يروح مكتب العمل يقول انه عمل له هروب لكن ما كان يقدر يتصرف لان مو كانت عكفالتهم. ارجو الرد، الله يسعدك. طيب اختي، اول شيء بلغ الهروب كم صار له؟ تمام، وهل الخطاب هل الكفيل القديم اعطى الكفيل الجديد خطاب بانه ما عنده مانع بالغاء الهروب ونقل الكفالة؟ اذا كان كذا خلاص الموضوع منتهي، ما يحتاج لا يروح لا مكتب عمل ولا حاجة. ولكن إذا ما كان كذا أوكي وبلغ الهروب حديث ما هو قديم ما صار له مدة، تمام، فأنصح ولدك بأنه يطلع يقدم شكوى في مكتب العمل ويحاول يثبت أنه بلغ الهروب هذا كيدي. تمام، ولكن إذا بلغ الهروب هذا صار له مدة وقديم فالله يعينك، ما حيكون في أي حل لأنه يتشال غير عن طريق خطاب من الكفيل القديم إلى الكفيل الجديد. السؤال اللي بعده، إيش صلاحية سلطة الكفيل السابق خلال فترة الإشعار 90 يوم، وهل يحق له أن يرفض؟ طيب أول شيء ما يحق له يرفض ولا حيقدر يرفض، لأنه ما جاء الإشعار ما جاء بعملية إنه بانتظار موافقة أو رفض الكفيل الحالي، ولكن جاءت فترة إشعار 90 يوم. صلاحيته هنا هو مع السيستم المخبوص حاليا، صلاحيته انه يقدر يعملك بلاغ هروب، يقدر يعملك خروج نهائي، ولا هو يفترض انه بمجرد انه جاء العرض وانت وافقت عليه ايا يكن الاشعار اللي طلع 90 يوم او 30 يوم اوكي، او حتى بانتظار موافقة او رفض الكفيل، فيفترض انه هو حاجتين ما يقدر يسوي لك اياهم، بلاغ الهروب والخروج النهائي. تمام، ولكن حاليا مع الخبصة اللي حاصلة الشيء الوحيد اللي انا متاكد منه واللي هو مو من صلاحياته انه ما حيقدر لا يقبل او يرفض، لانه الاشعار جاء باشعار 90 يوم وليس برفض وقبول الكفيل. ولكن هل يقدر يعملك بلاغ هروب؟ هل يقدر يعملك خروج نهائي؟ اتوقع يقدر بسبب الخبصه اللي حاصله. السؤال اللي بعده، هلا استاذ احمد، تم طلب تغيير مهنه من فني صيانه مسابح الى عامل مواسير، وتم رفض التغيير من قبل وزاره الداخليه، لماذا تم الرفض؟ أخي الكريم، أنا هنا أنصحك إنك أنت تتواصل مع مكتب العمل وخليهم، أتوقع إنهم حيفيدوك أكثر مني في عملية سبب الرفض اللي حصلت. السؤال اللي بعده، عندي عقد عمل ساري لكنه غير موثق، هل يتم نقل خدماتي إلى منشأة جديدة بدون انتظار موافقة الكفيل الحالي؟ المفروض أيوه، وفي حال رفض الكفيل الحالي إيش الحل؟ إحنا قلنا أيوه تمام، ولكن مع خبصة النظام ممكن انه يطلع لك اشعار بانه بانتظار موافقة او رفض الكفيل، فالكفيل رفض، فايش الحل؟ الحل انك تفضل شغال معه او يترسل لك عقد اخر، عرض وظيفي اخر وعرض وظيفي اخر واخر الين السيستم يظبط وتتنقل، او تفضل صابر مستني لين النظام الخبصة اللي فيه تنتهي وتنحل، وبعد ذيك الساعة يجيك عرض وظيفي فتوافق عليه فتنتقل بدون الرجوع للكفيل الحالي. هذا هو الحل الوحيد. السؤال اللي بعده، مرحبا، سؤال لصديق لي لم يستلم الراتب منذ 3 شهور ويرغب بالنقل على النظام، مربوط مع حماية الأجور ويتم النقل بدون موافقة الكفيل، علما بأنه وقع على العقد الإلكتروني. إيوه، هو مربوط مع حماية الأجور بدليل من تدخل على، طبعا الموضوع هذا بيكون واضح في منصة قوى الخاص بالمنشآت، بيبين لك نسبة الالتزام والأمور هذه كلها بالنسبة للمؤسسة. فيقدر حتى لو انه موقع على عقد الكتروني، بس طالما ما في انتظام في سداد الرواتب فيحق له الانتقال مباشرة. السؤال اللي بعده، السلام عليكم، انا لم استلم مرتب 3 شهور واقامتي منتهية، هل يوجد اجراء يلزم صاحب العمل بتجديد الاقامة مع العلم لم احظى بفرصة عمل اخرى؟ صاحب العمل مجبر انه يجدد لك الاقامة، هو ما في اجراء غير انك تطلع انت تشتكي انه يا جماعة الخير انا شغال مع فلان وما الى الان ما جدد لي إقامتي وما سلمني رواتبي، هذا الإجراء الوحيد، ولا هو يفترض إنه يجدد لك الإقامة. حاول تتواصل معاه بشكل ودي إنه يسدد لك رواتب ال3 شهور ويجدد لك إقامتك، ما في أي فايدة، اطلع قدم فيه شكوى، هذا الحل الوحيد أو الإجراء الوحيد.
السؤال اللي بعده، السلام عليكم أخي أحمد، عندي سؤال. أنا الحين طالع من المؤسسة، لما كنت أطلع إجازة سنوية ما كانوا يعطوني أجر الإجازة كامل، لأنه كانوا يعطوني نص الأجر مثلا، هل يحق لي أن أطالب بها؟ أفيدني جزاك الله خير وأسف على الإطالة. طبعا يحق لك تطالب فيها، والأجور الإجازة هي على الأجر الكلي، ببدل سكن، ببدل مواصلات، بالراتب، أيا يكن نوع البدلات المذكورة في عقدك، مسجلة في التأمينات، مش عارف إيه. من الآخر كذا، الإجازة على الأجر الكلي كامل كامل، ولا حد يجي يتفلسف علي ويقول لي لا بس بدل السكن انت لو طلع اجازة هل حط عطي، بدون اي فلسفة. من الاخر كذا النظام واضح وصريح، الاجازة على الاجر الكلي كامل كامل، ببدلاته، بكل شيء، واضحة. السؤال اللي بعده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شغال بشركة من 7 سنوات ورفضت توثيق العقد الإلكتروني، وعقد الورقي من 7 سنوات هو الموثق بالتأمينات، أما الجديد غير موثق، وفجأة الشركة أبلغني بإنهاء خدماتي من 1 أبريل 2021، وآخر دوام لي 30 يونيو 2021، وجالي عرض وظيفي من شركة أخرى. السؤال، لو قبلت العرض الجديد ممكن الشركة القديمة ترفض نقل الكفالة وتبلغ عني هروب؟ وإيه العمل لكي أتمكن من نقل الكفالة في هذه الحالة؟ طبعا اخي الكريم، بامكانك انه انت تنتقل الى كفيل اخر او لشركة اخرى، عادي عادي جدا، باعتبار ان هم خلاص اعطوك خطاب انهاء خدمات وابلغوك فيه، تمام. ولكن في النظام مع الخبصة، الله اعلم، عارفين يعني، خلاص اول ما اقول خبصة اعرفوا انه المقصود في المشاكل اللي قاعدة تصير في منصة قوى ومدد ومكتب العمل والامور هذه، تمام. هل يقدر يبلغ عنك هروب؟ يقدر يبلغ عنك هروب، ولكن هنا بمجرد انه تجيك رسالة بانه تم عمل بلاغ هروب، في نفس اللحظة تطلع تقدم شكوى بانه البلاغ الهروب هذا كيدي، بدليل هذا خطاب انهاء الخدمات حقي والمنتهي ب 30 يونيو، انا لا شردت ولا اي حاجة، تمام. فهنا هيجبروا غصب عنهم ان هم يلغوا بلاغ الهروب، وممكن كمان يغرموا فيها باعتبار انه بلاغ الهروب هذا ثبتت كيديته. السؤال اللي بعده، في حال انتهاء عقدي الورقي، اولا هل سامر بفترة اشعار ايضا رغم انتهاء عقدي؟ الله اعلم. هل ساستمر في الدوام في فترة الاشعار رغم انتهاء عقدي؟ كمان الله اعلم. هل سامر بخطوة بانتظار موافقة صاحب العمل الحالي وله الحق في الرفض؟ كمان الله اعلم. شوف اخي الكريم، نظاما انا حجاوبك على السؤال حقك نظاما، تمام، يعني حاهمل كل المشاكل اللي صايره في السيستم حاليا. هل حتمر بفتره اشعار ايضا رغم انتهاء عقدك؟ يفترض انك ما تمر بفتره اشعار. هل حتستمر في الدوام في فتره الاشعار رغم انتهاء عقدك؟ اصلا ما يكون في فتره اشعار، تمام، لانه عقدك منتهي. ولكن لنفترض انه حصلت المشكله هذه وجاك اشعار، تمام، رغم انه عقدك منتهي، فانت لازم تستمر في العمل الى انتهاء فتره الاشعار. طيب هل حتمر بخطوه بانتظار موافقه صاحب العمل الحالي؟ لا طبعا، هنا واحد من اثنين، يا فتره اشعار يا موافقه العمل الحالي. انا ما شفت الاثنين سوا، انه من الاثنين سوا جو، انه والله فتره اشعار وانتظار موافقه الكفيل كمان، لا ما في، هي يا حد يجدي يا حد يجدي، بس غير كذا ما في. أتمنى أن أكون جاوبتك على سؤالك بشكل واضح ومفصل. وبكذا أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أني أكون جاوبتكم على الأسئلة بشكل واضح وبالتفصيل اللي أنتم تحتاجوه. لا تنسوا تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتنشروا الحلقة على أوسع نطاق علشان غيركم يستفيد، والسلام عليكم.